السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد. فدائما نسعد بذكر الله تعالى وتطمئن القلوب بذلك وترطب الألسن بذلك، بذلك ترتفع الدرجات وتحط الخطيئات وتتنزل السكينة والرحمات وتنخنس الشياطين، والملائكة تتنزل ويذكرنا الله إذا ذكرناه. ففضل الذكر عميم وأجره عظيم. قال تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. أيضا قد قال الله تعالى في كتابه الكريم: إن الله ملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وكذا فإنه موصول للإخوة الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. يسأل: كيف أعرف أن التوبة تقبلت؟ ذلك أمر موكول إلى الله، ولكن إذا وفقت لطاعة الله فهي علامة خير بك، والله أعلم. ومطلق الكناية فيه تفصيل: هل هناك إمكانية دخول الجن جسد الإنسان؟ قال الله تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وصح الإسناد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: اخرج يا عدو الله من عبد الله. واستل بعض العلماء من قوله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، هذا المعنى الذي سألت عنه. وهذا الأخير استدلال الشيخ ابن باز رحمة الله تعالى عليه. حملها عزيز كل 6 سنوات 7 سنوات، أريد عمل حقل مع تحديد الجنس، لا بأس بذلك. كيفية صلاح الأبناء؟ اسأل الله ذلك والزم الطرق الواردة في الكتاب والسنة بذلك. هل الميت يشعر بالدعاء؟ لا يشعر بشيء من ذلك. إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. لا يختلط عليك حال الإصبع عند التشهد، إنما هي إشارة عند الشهادة وانتهى الأمر على رأي الجمهور من العلماء. شغال في شركة تمويلات وقروض حلال ولا حرام؟ إذا كانت تمويلات بالربا حرام، بدون ربا حلال. هل يجوز العمل كسائق وترك الجمعة أكثر من 3 مرات بسبب السفر؟ المسافر تسقط عنه الجمعة. هل يجوز دفع زكاة المال مقررة على فترات مقسطة؟ بارك الله فيك. أيضا إذا كان مقدما يا أخ ناصر لا بأس بذلك، إذا كانت متأخرة لا يجوز لك أن تؤخر الزكاة وقد حل وقتها، إلا إذا عدم المصرف أو كان المصرف سفيها وأنت تجدول له الزكوات حسب مصلحته هو، وتخرجها حينئذ عن عموم أموالك. زوج مبتلى بسماع الإباحية لعدم فقه زوجته بأمور الزوجية، هل الحل
بعد زوجتي عنه عقاب له، أم ماذا تفعل الزوجة؟ رؤية المحرمات ليس لها علاقة كبيرة بالزوجة، المحرمات حرام، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. السجائر لا تنقض الوضوء. توفي عمي وبنى قبرا وأوصى أن لا يدفن معه أحد، وليس له ورثة من أبناء ولا زوجة، هل تجوز وصيته؟ إذا أصبح رميما أن تنتقل، لأن القبر المسلمون في حاجة إلى قبور. إذا أصبح رميما يدفن معه غيره. هل تركيب الرموش البلاستيك والأظافر البلاستيك للعروس يعد من الواصلة بشرط أن محدش يشوفها غير المحارم؟ الرموش نعم أراها تأخذ حكم الوصل، والوصل ممنوع، أما الأظافر فالأمر فيها أخف والله أعلم. التضلع بماء زمزم لا يثبت فيه خبر فيما أعلم الآن. رضاع الكبير لا تأثير له، لقول الله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الرضاعة من المجاعة. حكم غسل الجنابة بدون وضوء لا بأس، هو غسل ونفع الله بك. الموسيقى حرام، نعم، كنا من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. عندي محل أدوات منزلية وأغلب الزبائن يريدون أن يشتروا بالقسط، فلو بعت لهم بنفس سعر الكاش أخسر خسارة كبيرة. لك أن ترفع ما دمت تمتلك السلعة، ارفع كما تشاء، البيعان بالخيار. كيف تستخرج الزكاة لقطعة أرض تم شراؤها لبناء عمارة وبيعها؟ تقاوم الأموال الموجودة وتخرج عليها الزكاة. رجل يمتلك مالا نقديا ويخرج زكاته وكان يمتلك سيارة أجرة ثم باعها، اللي يخرج زكاة مال هذه السيارة إذا بلغ ثمنها النصاب وحال عليه الحول وهو معه يخرج عليها زكاة. حج الخدمات يجوز، فإذا أتممت أركانه صح حجك. هل يوجد ترهيب بخصوص الصلاة في المسجد الفجر والعصر يوم الجمعة أم مثلها مثل باقي الصلوات؟ عموما العصر قال تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، والصلاة الوسطى هي صلاة العصر. هل يجوز حمل سجائر لزوجي في المملكة وأنا ذاهبة للعمرة أو الحج؟ لا تحملي له يا سمية. ما حكم قول الجمعة مبارك؟ لم يرد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما كفارة الحلف بالله والرجوع بالفعل مرة أخرى؟ كفارة يمين إذا كنت عقدت الأيمان. العمل في البنوك للتدريب خصوصا للطلبة الخريجين يجوز؟ هل يجوز عفوا العمل به للتدريب إذا كنت ستتدرب كي تعمل في بنك؟ لا يجوز. تتدرب لكي تعمل في أشياء أخرى
حلال لا بأس. هل تجوز صلاة قيام الليل وفائدين المصحف؟ نعم تجوز. كان ذكوان مولى عائشة رضي الله عنها يؤمها من المصحف. هل تنشيف ماء الوضوء فيه إشكال؟ لا إشكال. نعم يجوز العمل في البنك كفرض أمن. حماي مات عليه 20 يوم صيام لم يقضها. من مات عليه صوم صام عنه وليه. ولنا أن نسأل لماذا ترك هذه الأيام، فقد يكون هناك مخرج. كفارة اليمين إطعام 10 مساكين، كل مسكين وجبة واحدة من طعامك المتوسط. هل يجوز لسائق في الحج أن يوكل من يرمي له الجمرات؟ نعم يجوز. حديث الحجامة يوم الأربعاء لا يثبت فيها خبر. حكم صفحة النساء مضطر، ابتعد قدر الاستطاعة واستغفر الله إذا وقعت في هذا الشيء. أريد الحج عن الوالدين مع أن أمي اعتمرت مرتين، من أولى بالحج له وهم أموات الآن؟ خلاص خلاص لا حاجة. إذا كنت حججت يا قاسم فحج عنهما أو عن واحد منهما إن شئت أولا، وإن كنت لم تحج فحج عن نفسك أولا. هل يجوز العمل بالتأمينات؟ إذا كنت مختارا ابتعد، إذا كنت مجبرا اعمل. مس ذكري في نقض الوضوء خلاف، أختار قول العلماء القائلين بأن مس ذكري لا ينقض الوضوء لعدم ثبوت الدليل في ذلك، وإن توضأت احتياطا فهو حسن. والدتي تعيش بكلية واحدة ومنعت من الصيام باقي حياتها، هل عليها إخراج في رمضان؟ لا أعلم دليلا على الإخراج إلا أفعال بعض الصحابة. فإن لزمتها فهو حسن، وإن لم تلزميها فلا شيء عليك. هل تجوز سنة الظهر 4 متصلة؟ تجوز. نعم. ما حكم صلاة المريض أثناء وضعه ماكينة على ماكينة الغسيل الكلوي؟ فأثناء جلسة غسيل كلها يتم التخلص من السم. صلي قدر الاستطاعة. ما التعطيل الحدود؟ وما ذنب من ارتكب الحد في التعطيل؟ وما الحيلة؟ استغفر الله ولعل الله أن يغفر له. أي قرض بفائدة ربوية حرام؟ تأخر بعض المصلين في التسليم بعد الإمام خلاف السنة. هل أستطيع أن أصلي بالمصحف؟ أجبناك نعم، أستطيع أن أصلي بالمصحف النوافل. كان ذكوان مولى عائشة يؤمها من المصحف في صلاة الليل. هل تجوز صلاة سنة الفجر بعد الصلاة؟ تجوز. ألا يعد العمل كفرض أمن في البنك من التعاون؟ لا لا يعد ذلك. البنك الآن متعدد الأنشطة يا هاني، متعدد الأنشطة جدا. مقصر وعنده ذنوب كثيرة، أتوب وأستغفر وأرجع للمعاصي. استحي من الله من تكرار المعاصي والذنوب، استمر على التوبة وابتعد عن مواطن المعاصي واسأل الله العافية. ما حكم صلاة المرأة التي لا تحيض بسبب تكيس مبيض تأتي حيض بعد فترة؟
تصلي ما دام لم ينزل عليها دم. كيف أتيمم في القطار أو الطائرة؟ اضرب الكرسي، ما وجدت ترابا اضرب أي شيء، حتى لو ضربت جدار جدار الطائرة في مشكلة، حينئذ سنأخذ لك بأن الصعيد حينئذ كل ما على وجه الأرض، يعني عدم وجود التراب. أو تصلي فاقد الطهورين، فاقد الماء والتيمم. امرأتنا افترت في رمضان ودخل عليها رمضان الذي بعده للحمل والرضاعة، فما عليها؟ تقضي ولو بعد حين. يعني يأسم من تأخر في لا يأسم من تأخر في التسليم بعد الإمام، لا يأسم، لكن ابتعد عن السنة. هل يجوز عدم الترتيب أثناء الوضوء؟ خروجا من الخلاف يلزم الترتيب. أخذت من رجال مال ولكن لم أجد أصحاب الدين، فماذا أفعل؟ إن طال الأمد ويئست من رجوعه إليك فتصدق به عنه. حكم طول فترة الحيض التي تصل إلى 15 يوما، إذا تأكدت أن ذلك حيض امتنع عن الصلاة، وإلا فراجعي الطبيبة توصف لك الحال. زوجها خانها في بيته وحاله تدهور، ما فيش منزل نعيش فيه ولا فلوس، وأنا بصراحة مش راضي عنه، أعمل إيه؟ أنفصل وعندي مال؟ ما صورة الخيانة؟ كيفية المسح على الجارب عمليا؟ تمسح الجارب من أعلى بيديك أو بيد واحدة؟ كيفية الغسل من الجنابة وللاستنشاق والمضمضة فرض؟ الغسل من الجنابة يجزئك أن تستحم، تفتح الدش عليك وتنوي الغسل، اغتسلت. لكن لو أردت لزوم السنة التي تؤجر إن فعلتها ولا تعاقب إن تركتها، تغسل الفرج غسلا جيدا، وتغسل يديك بعده غسلا جيدا، وتتوضأ وضوءك للصلاة بادئا بالشق الأيمن، وتؤخر غسل الرجلين، وتأخذ ثلاث حفنات من الماء تضعها على رأسك وتخلل الرأس حتى يصل الماء إلى منابت الشعر، ثم تبدأ بالشق الأيمن ثم بسائر الجسد، ثم تتنحى وتغسل رجليك. المضمضة والاستنشاق سنتان ليستا من الواجبات في الوضوء، بمعنى أن من تمضمض أن من توضأ ولم يتمضمض ولم يستنشق وضوءه صحيح. عندما اغتسلت إحدى زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم من إناء وكان جنبا، فأراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يغتسل من فضلة مائها، فقالت إني جنب. قال لأن الماء لا يجنب، بل اغتسل من نفس الإناء أم مما تبقى. الحديث لا يثبت بهذا التوصيف، لا يثبت. عمل حواجب للمرأة بالتشقير أكسجين، إذا كان التشقير يزيل الحاجب لا يجوز. حكم النوم على البطن لا بأس به، والحديث الوارد في النهي عن النوم على البطن ضعيف. العجز عن الصلاة ماذا أفعل؟ صلي مضطجعا، صلي على جنب أو إماء. العربية التي عليها أقساط عليها زكاة ليس عليها زكاة. هل الموت في أيام معينة كالجمعة يدل على حسن الخاتمة؟ لا يلزم. هل الأنبياء أحياء في قبورهم؟ في ذلك خلاف، أختاروا أنهم قد ماتوا، وإذا أحيا الله شخصا واحدا منهم لعلة لكنه في الأصل ميت، إنك ميت وإنهم ميتون. دائما أرى المهدي والنجوم في منامي. طب النجوم بنراها في اليقظة وفي المنام، يعني مشكلة، من بعد الله أعلم. ماذا أفعل في زوجي الذي يرفض وجود بنتي معي، مع أنه كان موافقا قبل زواجي منه؟ رديها لأبيها، إلا إذا كانت البنت يتيمة فأنت مخيرة بين البقاء مع الزوج أو تركه. يجوز السفر من لبنان إلى أوروبا بسبب عدم وجود عمل؟ للاضطرار،
أضحكني طفل صغير أثناء صلاة العصر في المسجد مع الجماعة، هل أعيد الصلاة أم أن الإمام ضامن؟ أضحكني طفل صغير أثناء صلاة العصر في المسجد مع الجماعة، ضحك بصوت مرتفع أعيد الصلاة، تبسم لا. عقد القران للبنت دون تعرف الولي، دون أن تعرف الولي ولم توكله، لا يصح. فضل شهر رجب من الأشهر الحرم، إن عدة الشهور عند الله هي 12 شهرا في كتاب الله، يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. شراء أرض من الحكومة بيعها من الباطن، هل مال؟ لابد من النظر إلى شروط العقد. تيمم رجل من الجنابة لانقطاع المياه، هل يلزم الغسل بالمياه بعد توفرها أم يجزئ التيمم؟ يلزم الغسل بالمياه بعد توفرها، لأن التيمم لاستباحة الصلاة ليس لرفع الحدث. أوضح، شخص أجنب حضرت الصلاة لم يجد ماء يتيمم، لكن بعد ذلك إذا وجد الماء هل التيمم الذي فعله رافع للحدث أم مجوز للصلاة؟ هو مجوز للصلاة فقط ليس برافع للحدث. شراء بضاعة مثل مشروبات ساخنة وعصير من شركة ميوي، ما المانع أن تشتري مشروبات ساخنة عصاير؟ ما المانع؟ بعض الناس مهما أحسنت إليهم لا تجد منهم إلا الجحود، لا تتعجب، إنها إرادة الله، قد جحدوا رب العالمين الذي أنعم عليهم وعلى آبائهم وعلى أجدادهم وجحدوه وكفروا به. والده مات وله أصدقاء، هل يجوز لي وصلهم؟ استحب وصلهم يا أمينة ما لم تحدث فتنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه بعد موته. حلفت بالله على ابنتي بأن لا تخرج، ورجعت في حلفان كفر عن يمينك، أطعم عشرة مساكين. العادة السرية حرمها الإمام الشافعي لقول الله تعالى، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. ما حكم يقول اشترى سيارة بالقسط، هل للبيع شراؤها نقدا دون اتفاق سابق ولكن وجدها تباع؟ اشترى سيارة بالقسط، هل للبيع شراؤها نقدا دون اتفاق سابق لكن وجدها تباع؟ جوز هذا بعض العلماء كالشافعية إذا لم يكن هناك تواطؤ مسبق. لا بأس بقراءة القرآن بدون وضوء، لحديث عائشة رضي الله عنها، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام استيقظ من الليل فقرأ العشر آيات خاتمة الأمران ثم ذهب إلى شن معلقة فتوضأ. وضوء النقاب أختار الوجوب. ولد ضرب أباه الآن ندم وأبوه مات، أمره إلى الله، علي أن يعمل أعمالا صالحة لنفسه ولأبيه ولا ييأس من رحمة الله. أخذ دورة كمبيوتر وكنت بامتحن وجه المشرف حل، وجه المشرف حل الامتحان مكاني، فأنا محتار في الشهادة. عليك أن تتعلم ولا تتقلد عملا إلا إذا كنت متقنا له، واستغفر الله ما حدث. ما الواجب على المأموم عندما يخطئ الإمام أو ينسى بعض الآيات؟ يذكره إذا لبست عليه صلاته. أما الأشياء الخفيفة المتحملة فلا يجب الرد، يعني مثلا والله عليم حكيم، والله حكيم عليم، العلماء يتجاوزون فيها. هل يطعم في رمضان عن كل يوم طعام يفطر بأمر الطبيب؟ لا، إن كان يستطيع الإعادة، الله قال في عدة من أيام أخر. أما إذا كان المرض مزمنا لا يرجى برؤه فله أن يطعم وله أن يترك الإطعام.
شخص يغلب على ظني أنه سيقدر على الماء قبل خروج وقت الصلاة، ليتيمم ويصلي أم ينتظر؟ له كلاهما. الصرادق في المآتم لا نعلم دليلا يحرمه، أما حديث قلنا نعد الاجتماع وصنعة الطعام للميت من النياحة فحديث ضعيف هذا. والتعزية مشروعة بالإجماع، هي جزء أن أقول يا رب ولا أقول ربي، كله جائز وإن كان الأفصح، ربي اغفر لي ولوالدي، ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. هل يرد خطيب الجمعة إذا أخطأ في القرآن؟ إذا أخطأ خطأ يغير المعاني. العملات الإلكترونية لا يجوز تداولها، عند إرسال مال من البنك يسحب مع خصم 2 جنيه، هل هذا ربا؟ إذا كانت 2 جنيه رسوم إدارية لا بأس. حكم السفرة والقدرة قبل الحيض وبعده، لا دليل لا تأثير لها لأنها ليست دما. الموتى لا يسمعون، وما أنت بمسمع من في القبور، إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. أما حديث ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ففور الموت، هل المسلم يؤجر بما يصيبه من مرض؟ نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا غم حتى الشوكة يشاكوها إلا كفر الله بذلك من خطاياه. هل كبير السن أكثر من 80 عاما وطبيب الكلى يلزمه بشرب الماء بكثرة، هل يلزمه طعام مسكين كل يوم؟ إذا كان يرجو الشفاء فعليه الإعادة في أيام أخر، إذا لم يكن عليه شفاء إذا لم يكن يرجو شفاء فله أن يطعم مكان كل يوم مسكينا وله أن يترك، والأمر في ذلك في ساعة. أخت اشترت خاتم ذهب وحده كانت لقياه اللي اشترت الخاتم، تسأل هل عليها ذنب؟ لا ما عليهش ذنب، بس إذا جاء صاحبه ردوه له. حكم وضع المال في بنك إسلامي، كل البنوك سواء. أهل قراءة القرآن إداء ثوابه للميت، لم يرد فيه دليل عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولو فعله النبي ولو مرة لقلنا به. حكم القول على ظالم لا رحمه الله، لم يرد مثل هذا الدعاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، أما وقد ماتوا فقد أفضوا إلى ما قدموا. هل قول علي كثرة الطلاق من علامات الساعة؟ ليس عندي دليل في هذا. هل يجوز ذكر الله في الخلاء؟ إذا كنت على المقعد تقضي البول أو الغاية لا ترد، ولا يجوز ذكر الله في هذا. سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فلم يرد السلام. زوجته أفطرت بسبب الحمل واقترب رمضان ولم تقضي لأنها ترضع في الذمة ولو بعد حين. توضيع لكل من السجود أي القبل والبعد عند السهو، الأمر واسع. نعم، قال بعض العلماء إذا شككت أنك نقصت في الصلاة اسجد قبل التسليم، وإذا شككت أنك زدت في الصلاة اسجد بعد التسليم. لا، لكن هذا من ناحية الاستدلالات يعوزه الدليل، والدليل وسع المسألة. إن شئت سجدت للسهو قبل السلام، وإن شئت سجدت للسهو بعد السلام. حكم العمل كمترجم سياحي مع وجود هل يجوز صلاة الفرض جماعة خلف رجل يصلي السنة، مع العلم أننا سوف نبدأ سويا؟ يجوز صلاة الفرض جماعة خلف رجل يصلي صلاة السنة؟ نعم يجوز. ما معنى أفضل إلى ما قدم؟ يعني مات وسيلقى جزاء عمله. ألم يا قاسم أن الذي يسلط الأمراض هو الله والذي يرفعه هو الله،
الذي يسلط الأمراض هو الله، والذي يكشفها هو الله. لا تفكر كثيرا، لا تظن أن البشر يصنعون كبير شيء، الأمر كله لله. إن شاء انتشر مرض، وإن شاء لم ينتشر، إن شاء أصاب الله أقواما، إن شاء لم يصب، الأمر كله لله. وقال فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل بلغوه إذا هم ينكثون. فالذي يكشف الضر هو الله، الذي يجيب المضطر هو الله، الذي يسلط الأمراض هو الله، الذي يرفعه هو الله. ولله سنن في الأرض، لا تنخدع بتحليلات الناس الكثيرة، الأمر كله لله. ألا له الخلق والأمر. هل تجوز الصلاة لحامل علبة سجائر في جيب الصلاة صحيحة؟ حكم ترتيب الحواجب، كيف ذلك؟ إذا كان الترتيب بإزالة شعر بالنمص حرام، بدون نمص لا يجوز، وحماك الله. عندنا في المغرب يقرؤون القرآن جماعة، أن الأقرأ معهم إذا كان للتعليم اقرأ معهم. هل يجوز الدعاء له بالرحمة؟ ما دام مسلما يجوز الدعاء للمسلم بالرحمة. حكم تشقير الحواجب، لا بأس ما لم تولد فتنة وما لم يدلس بها على خاطب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مستريح ومستراح منه. أما قالوا: وما المستريح وما المستراح منه يا رسول الله؟ قال: العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا ووصبها، أو كما قال: والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. هل يجوز الزواج بالفاتحة بدون أوراق رسمية؟ في أوروبا الفاتحة ليست دليل على الزواج، إنما الولي يقول: زوجتك ابنتي. الولي يزوج، مسألة الترسيم فقط لضمان الحقوق. هل إنه مريض قلب مركب 4 شرائح، دكاترة منعوني من العمل ومن الصيام، هل علي قضاء لأني حالات إغماء متكررة؟ لا لك أن تطعم مكان كل يوم مسكينا احتياطا، وإن لم تطعم فلا شيء عليك. ما السؤال يا حواش؟ بوليصة التأمين لا تشترك فيها يا أخ عبده، ثق في الله، حبك الله يا البطاط. ما الصور المستحبة للصلح بين الزوجين؟ ما في إلا الدعاء، ما في صور قرآن تقول إذا قرأتها ستصلح الأمور بينك وبين زوجتك. اسأل الله. توفي أبوه وكان عليه صيام أيام، لا أعلم يوم ولا أعلم إذا كانت تلك الأيام إلى آخره. يا أخت سامية ولا سامي، صم عنه قدر استطاعتك. ما زال المأموم ساجدا والإمام يقترب من التسليم، هذا خلاف الهدي النبوي، إذا سجد فاسجده وإذا رفع فارفعه، إنما جعل الإمام ليتم به. أخذت مال من رجال لم أجد أصحاب. أجبناك على هذا، إذا طال الأمد ولم يرجع إليك الناس تصدق عنهم. حديث الرجل الذي جلد في قبره لا يصح. السرحان في الصلاة ينقص الأجر. حديث جبريل يقول النبي عليه الصلاة والسلام: عش ما شئت فإنك ميت، سنده ضعيف. نام على ذهب الزينة زكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. الله يثبتنا وإياكم. هل يصح أن الصحابة قد سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة التي تفقد 2 من أولادها تدخل جنة بغير حساب؟ سألوه، لكن مش تدخل جنة بغير حساب، في لم تمسها النار إلا تحلة القسم. ما معنى الزبانية ملائكة العذاب؟ حديث للصائم عند فطر دعوة لا ترد لا يصح، إنما 3 لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر. حبك الله يا أبا عبيدة.
ننظر ما السبب. الزكاة للمستشفى والمسجد لا تجوز. لا أعلم دليلا على تحريم اسم تبارك، تفاعل من البركة. هل يشترط في الذكر المطلق التدبر؟ لا يلزم، لكن إذا تدبرت فهو أفضل بلا ريب. ما نصاب الذهب؟ نصاب الذهب من الذهب عيار 24 85 جرام، عيار 21 97.2 جرام. النصراني يدعى له بالهداية، لا يدعى له بالجنة، يدعى له بالهداية، يدعى له بالهداية. اللهم اهدي أم أبي هريرة، اللهم اهدي دوسا وأتي بهم، اللهم أيد الإسلام بحب الرجلين إليك، بعمر بن الخطاب أو بأبي جهل بن هشام. فدعاء المشرك بالهداية جائز، أما الدعاء للميت الكافر بالمغفرة لا يجوز. يمتلك منزل من مالي الخاص وأريد أن أكتبه لابنتي، افتني. لا تفعل، لا تفعل، ابنتك لها منك النصف فقط، فلا تظلم سائر الورثة. نفهم من ذلك أن من يعمل صرادق لا شيء عليه. أحمد بن أشرف، التعزية مشروعة بالإجماع، ودعني أناقشك يا أحمد بن أشرف. أحمد بن أشرف، إذا مات لك ميت أطال الله في عمر أهل بيتك على طاعة الله، لكن إذا قدر الله والوفاة ما المنية وافتهم أجال، وجاءك 1000 شخص من أصحابك من عدة بلاد يزورون يعزونك، كيف ستجلسهم يا أشرف؟ لو كنت تدري ما المحاورة حاورت، فكيف تستقبلهم؟ هل يجلسون على الأرض أم ستأتي بكراسي؟ ستأتي بكراسي. إذا أتيت بكراسي والشمس شديدة والمطر أكننتهم بغطاء على الرأس أصبح صرادقا، بدل اللغو أتيت بقرآن يتلى كي يسكتون ولا يلغون، ما المانع من ذلك؟ أتيت ببعض الشاي لأضيافك أو الأضياف البعيدين أكرمتهم بطعام خاص، ما فيها مشكلة، الأمور سهلة. ولم يرد عن النبي أي نهي في ذلك، والحديث الذي استدل به كنا نعد الاجتماع وصناعة الطعام للميت من ريح منكر، حديث ضعيف معلول. قال والله لن أذهب عند فلان مرة أخرى وغضبان ثم ذهب. إذا كان عقد اليمين عليه كفارة، ما عقد ما عليه شيء. أقسمت على ابني بالطلاق ألا يشتري من سوبر ماركت معين فاشترى منه، كفر عن يمينك. أحب أن نسأل الله أن يجمعنا في الفردوس يا محمد بن رجب. حكم من قام بغسل ميت وهو جاهل بالإجراء الشرعي، ليس هناك إجراء شرعي. يعني إذا غسلت الميت صببت عليه جرد الماء، دلو ماء، ذنوب ماء، قلبت انتهى الغسل. لكن هذا الغسل المجزئ، لكن الغسل الذي يثاب عليه الشخص هو من أعظم وأكبر، وصفناه من قبل. بعض الكلمات القرآن تكتب مختلفة، هل هذا اجتهاد أم مثل كلمة شجرة تكتب مرة بالتاء ومرة بالطاء؟ الأمر سهل في هذا. سب الله كفر عياذا بالله. نظرت أن أصوم شهرا في يوم ما وكنت في 18 من العمر، ولم أصم إلا أيام فقط، والآن أنا في 39، أكمل الشهر وفقك الله يا سامي. صلاة سنة الفجر فرض؟ ليست فرضا، إنما هي سنة تؤجر إن فعلتها. هل الميراث فيه زكاة؟ وإن كان فيه زكاة ما قيمته؟ ليس فيه زكاة إلا إذا قبضت المال وحال عليه الحول وبلغ النصاب، وكان بلغ النصاب وحال عليه الحول، حينئذ يزكى. أنا برتاح بالصيام فلا أصوم كل يوم، يصوم صيام داود، يصوم يوما ويفطر يوما، ذاك أحب الصيام إلى الله. كل البنوك شأنها واحد. ألاقي الوسوسة بعد الغسل؟ إلزم السنة وتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تطع شيطانك. الأحاديث الصحيحة عن الصدقة كثيرة. حكم الصلاة في المسجد الذي يوجد فيه قبر؟ نهى النبي عن الصلاة إلى القبور وعن بناء المساجد عليه، لكن إذا قدر وصليت فالصلاة تصح.
رأى عمر أنس يصلي إلى قبر فقال القبر القبر يا أنس، ولم يمره بالإعادة. قرأت أذكار الصباح عندما أستيقظ الساعة 9. لا بأس إذا فاتتك أن تستدركها، هو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر وأراد شكورا. فإذا كان لك ذكر ففات وقته لك أن تقضيه فيما بعد، والنبي قد قضى سنة الظهر بعد العصر. بعد كتاب الله يا محمود بن سلام أقرأ سنة رسول الله وأكثر من قراءتها. التدخين حرام لأنه مضر، هل يجوز ذكر المساوئ موتانا إذا ثبت تجبره؟ لا تذكر المساوئ كثيرا، ولكن إن كان سن سننا سيئة في الناس فبين أن هذه السنن سيئة ويجب أن تمحى. هل يعني إذا مثلا أتاتورك مثلا نشر الألمانية، لا بين بطلان الألمانية أمحوها واجتهد في محوها وقل ضل لما دعا إلى ذلك. هل من المستحب صوم شهر شعبان كاملا؟ لا، ما صام النبي شهرا كاملا بعد رمضان إلا شعبان كان يصوم كله إلا قليلا. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يا أخت رقية. هل إيداع الفلوس في بنك ما حرام؟ الإيداع وأخذ الفوائد الربوية حرام، أكلها وبيعها. ماذا تقصد يا هاجر بن شتاء؟ بناء قبر فوق قبر لا يجوز إلا عند الاضطرار. قال تعالى لا يؤاخذكم الله عفوا فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. رجعت إلى البيت من السفر وكان أذن علي المغرب والعشاء، أقصر في العشاء؟ لا، ما دمت يا أيمن تصلي في بيتك صلي الصلاة التامة. تنازل جد عن ميراث ابنها الميت لأولاده، يا لا بأس أن هل لها ورث آخرون أم لا؟ إذا كان ولا ترك أخرى أم لا؟ إذا سألنا سؤالا هل يجوز لرجل أن يتنازل عن كل أن يتنازل عن كل تركته لأحفاده ويترك أبناءه الآخرين يكره له ذلك كراهية شديدة بل قد يمنع منه؟ صبي ب 11 سنة عمره يحب، هل يجب عليه أن يذهب إلى صلاة الفجر جماعة؟ استحب له ولا يجب؟ لا بأس بتسمية اسم حكيم. قال تعالى قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمن رؤوف رحيم. ورفع الله قدرك يا دكتورة ليلى. المريض الدائم هل يدفع دائما كفارة الصيام؟ لا يدفع إذا كان مريضا مرضا لا يرجى برؤه، احتياطا فقط يدفع لكن إلزاما لا. هل تراجعت عن ايه؟ قل فتوى ماذا؟ ها؟ مثال؟ هل في بشر يسلم من هل في بشر يسلم من الخطأ؟ ما في بشر يسلم من الخطأ، ما في بشر يسلم من الخطأ. وحياك الله يا دكتور عبد المحسن. هل يجوز أخذ الثأر بنفسي؟ الإجماع منعقد على أنه على أن الذي يقيم الحدود هو الله والقصاص يقيم الحاكم المسلم، لكن في حال غياب الحاكم المسلم تلك ستكون مسائل لها نظرات أخرى. حكم المعاصي والذنوب للمسحور، ما علمنا نصا يقول المسحور لا يؤاخذ إذا ضرب الآخرين، يعني إذا واحد سرق الآخرين قال أنا كنت مسحورا تقطع يده، مسحور. هل الرعاف حدث ينقض الوضوء؟ لا نعلم دليلا أن الرعاف ينقض الوضوء. ما الأمور اللازمة للموافقة على عريس؟ دينه، أمانته، أخلاقه، عمله، أسرته أيضا، صحته أيضا. يعني افترض ان العريس جيد وابن ناس طيبين ومعه فلوس لكن صحته خر يعني مدمرة لا يستطيع الزواج، فهناك عدة أمور. يسأل عن الدين، عن الخلق، عن أهل بيته، ابن ناس طيبين أو أبوه سكير أربيد، لأن لا تأثير عند التخارج. وده أيضا صحته طيب كذا حاجة.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه. الرأي في من أكل لحم جزور، الذي أكل لحم جزور يتوضأ، والمسألة لا تخلو من خلاف، لكن هذا لحديث النبي عليه الصلاة والسلام أن أتوضأ من لحوم الإبل، قال نعم. حديث التقصير، تقصير ماذا يا شاب؟ إذا كنت تقصد تقصير الصلاة فالصلاة ربما تقصر في السفر، زيارة نساء القبور لا بأس بها ما لم تصاحبها بدعة وما لم تصاحبها فتنة. الدراسة في جامعة مختلطة والنساء متبرجات، اتق الله ما استطعت وغض البصر قدر الاستطاعة، ولا نستطيع أن نصدر رأيا بامتناع الدراسة الجامعية ككل، لكن هي تكون حالات خاصة للذي يخشى عليه أن يقع في الفاحشة مثلا، ونقول له اصبر تصبر ابتعد، كل هي ساقع في الفاحشة قل له أنت دعك أنت بعيدا عن الجامعة، لكن لا نستطيع أن نصدر حكما عاما بأن الشباب يتركون الجامعات والبنات يتركن الجامعات. الحمد لله الجامعات مع ما فيها من اختلاط، لكن هناك فئة من الصالحات يرتبطن ببعض وينشرن دعوة إلى الله وأعمالا صالحة إذا كانت نعم. ونفع الله بك يا محمد ابن لملوم. ما القول في التأمين الشامل؟ إذا كنت مختارا لا تفعل، مجبرا لا إثم عليك. عريس يتساهل في الاختلاط والموسيقى والأفلام، لا ابتعدي عنه إذا كنت صالحة. بح الصوت كثيرا مع البنت الصغيرة في الحفاظ على الصلاة، اتق الله ما استطعت، ماذا تصنعي؟ ترغيب وترهيب ودعاء. صلتي عليها صاحبات فضليات. حديث اللهم بارك لأمتي في بكورها في كل طرقه مقال، المبالغة في أجر القارئ في الميتم، عندنا نصوص في هذا الباب. هل يقدم للإمام شخص ملتزم جديد لا يحفظ إلا سور قليلة؟ يوم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة الحديث. ما الواجب عمله عند وقوع الطاعون؟ إذا وقع الطاعون بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا فرارا منه، وإذا وقع بأرض وأنتم لم تدخلوها فلا تدخلوها. امشي بالدور. نعم هذا سؤال وليد. لماذا أجي أنام بقى في أحد نايم جنبي؟ تعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يعني عفريت ولا ايه؟ مش عارف. لا تخاف من العفريت، قل ما ادري هل الاطباء النفسيون لهم علاقه في هذه الموضوعات والامراض العصبيه، لكن عموما تعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حكم من قال لزوجتي حرمت ونوى طلاقا، انت محرمه علي كفاره يمين، سناخذ باللفظ هنا. حكم تدريس المرأة في المدرسة، مدرسة ابتدائي لا بأس، مدرسة إعدادي الأطفال أشرار، تبتعد أفضل لها في دينها. لا أفكر في الزواج، هل آثم عليه؟ لا تأثم، انكحوا ما طاب، وهذا لم يطب لك. كتاب شرح السنة، كتاب شرح السنة عفوا، حكم بقاء زوجة مع زوج لا يصلي وهي تنصحه دائما للالتزام بالصلاة، إذا كان جاحدا للصلاة لا يجوز بقاؤها معه، إذا كان مقرا بها ولكنه متكاسل جاز المعيشة معه مع الكراهة. كيف أجعل صلاتي كلها بالصلاة على النبي؟ لا، إذا كنت تقصد حديث يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك، كم أجعل لك من صلاتي؟ أجعل لك كل صلاة نصف صلاة أو ربع صلاتي إلى آخره، حديث ضعيف. ولكن معناه بقول يا رب ارزقني، اللهم صل على محمد، اللهم انصر الإسلام والمسلمين. نسبة الصلاة على النبي كم؟ معناه أن أنا أكثر من نسبة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. وكلمة القل كل أحيانا تطلق على الأكثر، كان يصوم شعبان كله في رواية إلا قليلا.
تدمر كل شيء بأمر ربها فلم يرد بالاستحواذ الآن، وتأت من كل شيء لم تؤت ما أوتاه سليمان. لي سؤالان لم يجب عنهما. الأول، حكم يمين التهديد في الطلاق، ماذا قلت يا حواش؟ إذا قلت علي الطلاق إن فعلت تكوني كفارة يمين، حكما غسل ميتا عليه الوضوء استحبابا ليس إيجابا. أما حديث من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ ضعيف، حكم جمع الظهر والعصر شتاء لم يثبت به الخبر إلا عند الضرورات القصوى. حكم شراء سلعة بالتقسيط عن طريق موقع تسويق، حكم شراء سلعة بالقسط عن طريق موقع تسويق إذا كان يمتلك السلعة لا بأس وينتهي المعاينة التامة. ما حكم اللي ينشر ويقول صلي على النبي في 10 تعليقات وحملات صلى؟ لا بأس بذلك تذكير. ما معنى الزواج نصف الدين؟ ورد حديث في سند ضعف، من تزوج فقد استكمل فقد حاز شطر الإيمان فليتق الله في الشطر الآخر، لكنه حديث ضعيف. شاب ملتحي يتقدم لفتاوى لكن يحادث فتيات ويقضي أوقات طويلة على النت، هل تأثم إذا رفضته؟ لا تأثم يا مروة، لأنها تبلغ أعصابها بعد ذلك. كل يوم تدخل عليه الغرفة قافل على نفسه يكلم البنات. تعكم الأشكال القذرة هذه، زواج رجال صالحين أفضل. دائما في أزواج عياذا بالله يجلبن للزوجات النكد، نايم على ظهري وفاتح المكالمات مع نساء أخريات، زوجة تسمع يا أخي اتق الله مصر على سماع الكلمات ويضحك، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. زوج أفتى لزوج طلق زوجته، شيخ أفتى لزوج طلق زوجته وهي حائض بأن يرجعها وهي تعيش معه. كم طريق كم تطليقة محمد؟ كان 3 تطليقات لا يجوز لها أن ترجع إليه، الطلاق في الحيض واقع عند الأئمة الأربعة. صعوبة الحفظ بالتجويد، احفظ قدر الاستطاعة. الإسبال لغير الخيلاء، الإسبال لغير الخيلاء ليس بكبيرة. لعبة الببجي مضرة على ما أفادنا اللاعبون. ما أدركه الإمام مع الإمام أول الصلاة، يعني ما أدركه مع الإمام أول صلاته أم آخرها؟ لا، الذي أدركته هو أول الصلاة بالنسبة لك أنت. ما حكم سلاسل البول خصوصا؟ صلي لا تستطيع إلا ذلك. هل نتوضأ قبل دخول البيت بعد رجوع من المقابر؟ لا يلزم. هل تجوز قراءة التعليقات التي بها انتقاص من أشخاص بعينهم؟ يعني مش فاهم، يعني في تفصيل بلا ريب. والبعد عن الخوض في الأعراض أسلم للدين. أحبك الله يا زكريا. هل ورد شيء عن رسول الله في فضل رجب؟ من الأشهر الحرم فقط. ما العمل في هذا الزمان؟ في هذا الزمان وفي كل زمان نستمسك بالقرآن والسنة. هل تجوز صلاة في السيارة؟ صلاة النافلة في السيارة تجوز. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي النافلة على الراحلة في السفر حيثما توجهت به راحلته. قال لزوجته لا أقبلك كزوجة، لا يقع بذلك طلاق. في كفارة الصيام هل يجوز إطعام نفس العائلة كل مرة مع أنهم مساكين؟ في كفارة اليمين لا بد من 10 مساكين لكل كفارة يمين، إذا في كفارة يمين أخرى نفس 10 ممكن. حبك الله يا هيكل، زراعة الحشيش حرام يا بلال. هل العسل المخلوط بالخميرة والمطروق بعد فترة يعد خمرا؟ إذا كان يسكر يعد خمرا، لا يسكر لا يعد خمرا.
رجل متكفل بامرأة عندها 3 أطفال وزوجها مسجون منذ أكثر من 5 سنوات ولا يعلمون عنه شيئا، هل يعتبر هذا الرجل كافل اليتيم؟ يعتبر محسن متصدق. هل زكاة المال على الربح مع المال كله؟ على المال كله. المعصية برجب يزداد الإثم في الأشهر الحرم في المعاصي، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، وما خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فينا أنفسكم. أي سؤال يا هذا ذكر مبارك؟ ما الفرق بين الرياء وبين الفخر؟ الرياء أن تعمل عملك يراك الناس، الفخر أن تتعالى على الناس بأقوالك وأفعالك. جزاكم الله خير يا أخ عمر بن فتحي وحفظك الله، وددنا أن قد رأيناك. النوم على جنابة، سئل النبي صلى الله عليه وسلم أينام أحدنا وجنب؟ قال نعم إذا توضأ. أين الأسئلة ذهبت؟ هذه مكررة. إذا حججت حج العمالة فالحج صحيح، هل صوم تطوع بمكة يتضاعف أجره مثل الصلاة؟ لا أعلم نصا. حرك الأسئلة. أرأيت الرجل يعمل من الخير ويحمده الناس؟ قال تلك عاجل بشرى المؤمن. صحيح، بدون ترتيب، يعني مثلا أنا أصلي وأحسن صلاتي لوجه الله ما في زيني أحد، فدخل أحد ورآني مطيلا في السجود فسعدت بذلك، تلك عاجل بشرى المؤمن. هل خوف دائما من الإمام يعد رياء؟ لا يعد رياء، بس أنت قليل الفقه. لماذا تترك الإمام وأهل الإيمان؟ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما. الذهب الذي لا يلبس عليه زكاة لبس أم لم يلبس؟ إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، من مات على جنابه غسلوه. الكتابة في آخر الغلاف في المصحف يكون شفيعا؟ تكتبيه بس، الشفاعة مش متوقفة على الكتابة في آخر المصحف. ألا ترك حلية جائزة مع الكراهة؟ الزواج ليس بواجب بل مستحب لمن تاقت نفسه إليه. هل تجوز صلاة الفجر تقديم للمسافر وكيف تصلي؟ صلاة الفجر لا تصلى تقديم، إذا دخل عليك الفجر وأنت في الوقت وإذا وصلت البلد سوف يخرج منك الفجر، صلي على القطار، صلي في الدب على الدبة كما تيسر لك، مضطر حينئذ. هل تجوز الصلاة في الأثر الكحولي؟ تجوز. الطلاق المعلق يكفر فاعله كفارة يمين. إنهم في دولة نصرانية والعطل يوم الأحد وممنوع علينا الذهاب إلى لصلاة الجمعة، خذ أجازة يوم الجمعة. هل تجوز التأشير بالمصحف لتعلم التجويد؟ اجعل مصحفا لمثل ذلك لا بأس، بما استدل من أجاز أكل الضباع، يضعفون حديث، يضعفون الحديث إن الله حرم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، فمن ثم استحلوا لحم الكلاب. إن قلت المالكية إن قلت قالوا بأنني يبيح لهم لحم الكلاب وهم هم. الجدة تركت التركة من قبل لأولادها وتريد أن تهب أولاد الميت ما يقول إليها، هل يجوز؟ نسبية يا سماح الأشعل، مسألة نسبية لازم ننظرها. هل يجوز العمل في السياحة كمترجم؟ على حسب طبيعة عملك. غدا صيام الخميس إن شاء الله،
نزلت بعمل صالح طوال العمر ولم أستطع الاستمرار، كفر كفارة يمين وأدي من العمل ما استطعت. الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات فيها قولان، أشهرهما عند العلماء أن الكلمات الطيبة يصدرها الطيبون، وأن الطيبين يصدرون الكلم الطيب. والوجه الآخر أن الشخص الصالح يبحث عن زوجة صالحة، عن زوجة صالحة، ولكن قد لا يوفق، والزوجة الصالحة قد تبحث عن زوج صالح ولكن قد لا توفق. يعني قد يعني يظهر أمامها شيء ويظهر والغيب يعلمه الله. بهذا القدر أجتزي سئلني الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أيها الإخوة والأخوات، دمتم في طاعة الله، دمتم في حفظ الله ما دمتم في طاعته. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. أيها الإخوة والأخوات، دائما وأبدا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. دائما وأبدا احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. اعلموا أن الأمر كله لله، والذي يسلط قوما على قوم ويدفع أذى قوم عن قوم، والذي يسلط الأمراض هو الذي يدفعها. فاعتصموا بالله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. اجتهدوا في نصرة دينكم، فإن الله قال ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، وقال سبحانه ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فاجتهدوا كي تكونوا من الأمرين بالمعروف من الناهين عن المنكر حتى تدخلوا في إعداد المفلحين. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، وقال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه. حفظكم الله، دائما وأبدا أكثروا من دعوات الصالحين. كانت أكثر دعوة يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم، أكثر دعوة يدعو بها النبي، ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قولوا رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين اجعلنا للمتقين إماما. ختاما أشكر الله إذ من علينا بالإسلام والإيمان، ونسأله مزيدا من التقى والإحسان سبحانه وتعالى. فالحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء الله من شيء بعد. ثم الشكر موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير، وكذا موصول لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وإلى لقاء قريب. أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.